شكرا لكم شكرا لكم حمزة. ما دايما نحن بننادي بكلمة ومفردة يعني محببة على قلبنا حنبنيهم وبدينا فعلا حنبنيهم. ما نسوي نمني طوالي نمني طوالي. كنا هنشاهد مع بعض واحدة من الأغنيات اللي تمت وتم إنتاجها في ظل جائحة كورونا عبر صحافة برضو الموبايل من المنزل. عدد من النجوم والإعلاميين والفنانين اللي شاركوا في هذه المبادرة. هي أغنية كانت جميلة جدا بعنوانها نبنيه من المنزل. عدد من الناس صورت وشاركت في هذا العمل. نشاهد هذه الأغنية على شاشة قناة الشرق. وفضل ابنيه خير فيه وكفيه روحنا في دمنا فيه توعيه حنعليه. خليك في البيت مرتاح ما تمرق وتمشي تحوم العافية ما بتنياك والوبا ما مضمون. يا غالي وما تطلع دمة تبالي وما تشغل بالك وبالي خليك وحيد على حالي. أنا خوفي جد عليك تدلي علي بيديك ما قصدي أكسر خاطرك أنا قصدي بس أحميك. يا جميل جميلك وحواكس في منديلك أصبر تسول المحنة طريق الوعي عدينا. يخلين كل الأبواب يا رب سلم غنيم. بس راحة والسلامة المعقل والكمامة معاهم انت في مأمن وبدونهم ما في سلامة. يصيبك كبير وجاهي مسؤول وكمان العامل خلتك وما بيجاني. ليش تشمع الأبيض من عمر شريح مينة يطبب على حجانة ومعه في أيدي أمينة. تفتلنا هم علينا وعينا ويداوينا سيبنا ويقوينا صحة دوامي فينا. ليش تشمع يا رب تمحيه البلاء ويغادر هذا الوباء ننجو في أهلنا العناء ندعو تمحيه الشقاء. ليش تشرب أبيض في ماضي شمح مينا يطبطب على حبانا معه في أيدي أمينا. ليش تشرب أبيض في ماضي شمح مينا يطبطب على حبانا بيناضي شمح. عشانك وعشان أهلك وأحبابك وبلدك خليك في البيت بسلميتنا وبوعينا. انتصرت ثورتنا على نظام دكتاتوري غاشم ما في فرق بينه وبين الكورونا في الغدر. وأسا حنعيد مشهد العصيان المدني ونحن صابنها في بيوتنا وحننتصر على الوباء بإذن الله. خليك في البيت نحميه قبال نبنيه مع تحيات فريق العمل. شكرا نبيلا لفريق العمل وشفناك طبعا خلال الرساله وانت اكيد بتمثلي صوتنا لكل الناس. فدي اشاره انه حنبنيه ونحن بدينا بناء حقيقي ما تسويف حنبنيه ونحن بدينا بدايه حقيقيه في عمليه البناء وخاصه مع تمديد فتره
حظر التجوال يعني في السودان ل 29 من يونيو الجاري. بنتمنى انه كل الناس تلتزم الاجراءات الوقائيه المعروفه يعني. فشويه كده الناس متضايقين من حكايه الحظر لانه وقفت كثير جدا من الاعمال حتى الاعمال او دولاب الدوله، لكن نصبر عشان المحنة دي بسلاسة بإذن الله تعالى. وعشان كمان جيشنا الأبيض اللي هو واقف في مقدمة الصفوف عشان ما يحمينا، يا ريت يعني احنا نلتزم بأنه نكون في المنزل، الحظر المنزلي كل أيام هتعدي إن شاء الله وهننتصر على هذه الجائحة وهذا الوباء اللي اجتاح العالم أجمع مسه ودعم، بس الناس تلتزم ببيوتها.